تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بكم ومعكم مع حلقة جديدة يوميا نلتقي بكم مشاهدينا الكرام ورشدت فيها كل الكبسولات الصحية النفسية السيكولوجية الطبية القانونية والاقتصادية وملفات كتيرة بنطرحها في رشدت. رشدت مش بس فقط طبية، ولكن بنبعت رشدت لكل مشاهدينا الكرام فيما يخص حياتنا جميعا. النهاردة مشاهدينا الكرام هنتكلم عن ملف يهمنا كلنا، ملف بجد في الحقيقة المفروض كلنا نتعلم ازاي ندرس هذا الملف، مش بس دراسة نظرية لكن نطبقه في حياتنا دراسة عملية. الصحة النفسية، لفظ الصحة النفسية اعتقد مرتبط بحياتنا كلها، حياة الطفل وازاي ينشأ نشأة صحية نفسيا بين ابوين ايضا يتمتعوا بحياة صحية، الاب والام ما ينشأش في اسرة متشتتة، اسرة فيها صراعات نفسية تؤثر بالسلب بعد كده على هذا النشء وعلى هذا الطفل وعلى هؤلاء الأبناء، ونيجي بعد كده نقول إيه السبب. الصحة النفسية بنتكلم في العلاقات، العلاقة بين آدم وحواء كيف تكون هذه العلاقة صحية وإمتى أقول عليها علاقة صحية، في الخطوبة إزاي أخطب فعلا إنسانة تستحق أنها تحمل اسمي واسم أبنائي، وإنت برضو حضرتك إزاي تختار الشخص المناسب عشان تليد عشان تقوده بعد كده أو تعيشه حياة صحية. كذلك الأزواج إزاي يعيشوا حياة صحية، حياة صحية مش بس في الأكل والشرب ولكن حياة صحية نفسية وليست فقط جسدية. أسئلة كتير هنطرحها في هذه الحلقة الحقيقة، لأن الموضوع فعلا مهم ويهم كل بيت، مع ضيفة الحلقة الكريمة معنا ومعكم على الهواء مباشرة السيدة المحترمة دكتورة أماني أبو النجا استشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بيك، زي حضرتك. منوراني يا فندم. تسلم، مرسي. لفظ الصحة النفسية لما أقول هو فعلا مرتبط بحياتنا كلها، مش بس بالأزواج أو بآدم وحواء ولكن بالأسرة بوجه عام وايضا بالاسره كنوال المجتمع والمجتمع، مش كده ولا ايه دكتوره؟ هي هو نوال كل شيء، حتى صحه الجسد لا يمكن تبدا غير من الصحه النفسيه. مظبوط، الحياه كلها كده، ولا في نجاح ولا في صحه ولا في سعاده ولا في حب ولا في ارتباط ولا في علاقات ولا في خلفه من غير صحه نفسيه. صح. بدايه كل شيء هي الصحه النفسيه. وده اكتر ظلم، يعني الشخص بيظلمه لنفسه هو انه ما يهتمش بصحته النفسيه ويعتبرها اخر اهتماماته، مع انها اول الطريق. هي أول الطريق الصحة النفسية، من حيث تبدأ الصحة النفسية تبدأ الحياة كلها. خلينا نقول دكتورة إيه بقى في البداية، إيه هي مواصفات هذه الصحة النفسية؟ المفروض تكون إزاي؟ على الأقل أكون عارفة أنا عاوزة إيه. البني آدم اللي بيعيش في صحة نفسية مدي لنفسه الأحقية، الحق اللي ربنا إداهوله بإنه يبقى عارف هو عاوز إيه، حقوقه وواجباته، وإيه اللي مطلوب منه وإيه اللي مطلوب منه تجاه نفسه قبل ما يبقى مطلوب منه تجاه الآخرين. تمام. ده ألف به كده صحة نفسية، إن أنا أبقى عارفة لما تيجي تسأل حد وتقول له أنت عاوز إيه؟ عايز توصل لإيه؟ ما يقولكش عايز أوصل للسعادة، ما فيش الكلام ده. لازم تبقى محدد أنت إيه اللي أنت هتعمله يوصلك للسعادة. تمام. عايز أوصل للنجاح، ما فيش الكلام ده. إيه اللي أنت عايز تعمله سلوكياً؟ السعادة والنجاح والمشاعر دي اختيارات. أنا لازم حاجة سبستانشال مادية ملموسة ان انا اسعد حقيقة. نسبة كبيرة جدا ما يعرفوش هم عايزين يوصلوا لايه اصلا. ما يعرفوش. لو جيت سألت حد، لو حد جه قال لك ادعي لي ربنا يكبر بخاطري، لو انت سألته ايه اللي لو حصل هتحس بجبر الخاطر، مش هيعرف يجاوب. كلام شعارات مطاط. كلام شعارات. كلام شعارات. واصلا احنا عندنا قاعدة بتقول كده ايه، اطلب من الله حالة وليست حاجة، واطلب من عباد الله حاجة. فانا لما اجي اطلب من حضرتك موضوع ابقى طالبه حاجه، ما اطلبش انك تسعدني، ما اطلبش انك تساعدني، ما اطلبش انك تبسطني، او ان لا اطلب منك انك تعمل دكتورة واحد واثنين وثلاثه. دكتوره اماني، اطلب من الله حاله واطلب من عباد الله حاجه. تمام. فالفكره ان احنا بنطلب من البشر حاله. الزوجه بتطلب من جوزها انه يسعدها، الزوج بيطلب من مراته انها تحتوي. نعم خير، يعني حضرتك عاوز ايه؟ الهدف تحديدا. الهدف محدد. ما هي السعاده عندي غير السعاده عند حضرتك، غير السعاده عند سين، عند صاد، عند عين. مفهوم السعاده مفهوم مطاط. صحيح. فالف به صحه نفسيه، انا ابقى عارفه انا عاوزه ايه وهجيبه ازاي. تمام. ومش عاوزه ايه وهبني الحدود بيني وبينه ازاي. بس الموضوع مكتسب ولا ممكن يتعلم دكتور؟ يعني احنا بنتكلم كده مشاهدينا الكرام، في بعض الناس تقول يعني انتوا بقى هتعلمونا النهارده ازاي نعيش حياه صحيه. ما انساش بالمناسبه، ايوه بيحصل تعليم، بنتعلم من بعض. والله حد مره في تدريب من التدريبات وكنا محاضره، فبيقولوا انتوا جايين تتكلموا النهارده عن حاجه زي علم التواصل مثلا بين ادم وحواء النهارده وانا سني 55 سنه، انتوا كنتوا فين من زمان؟ لانه سمع كلام دكتوره اماني لاول مره يسمعه. والكلام ده لما يبقى عملي بيبقى جميل جدا عما بيكون كلام ثيوريتيكال نظري والسلام. طبعا. لو بدانا دكتوره اماني، الاسره بوجه العام، شايف النهارده حضرتك ان الاسره
فيها قدر كبير من التصدع، من انشقاق بسبب، وبشوف ده وانا بين الناس وفي المجتمع كل يوم، نسمع عن حالات طلاق، حالات انفصال، ابن بيسيب اسرته، بنت بتسيب اسرتها وبتهرب عشان ما فيش حاله صحيه جوه الاسره. محق فيما اقول ولا مبالغ يا دكتوره؟ لا لا، الهياكل المجتمعيه كلها بتنهار. ما بني على باطل. أيوة. فهو باطل. حضرتك بتتكلم عن الشخص اللي عنده 55 سنه ومعترض ان انتوا كنتوا فين من زمان. طب ماشي، ما احنا كنا احنا ما فوقناش غير لما الباطل بدا ينهار قدامنا. يعني بيوت اتبنت على شط البحر وعلى الرمال، لما بدات تنهار ناس كتير بدات تفوق. لكن ظاهره صحيه جدا الهياكل المجتمعيه اللي بتنهار دي. هياكل مجتمعيه قائمه اساسا على الاستغلال والابتزاز العاطفي، وما فيش واحد فيهم جوه الاسره عارف حقوقه وواجباته. وهنا دكتوره ايمان تقصد بين ادم وحواء خصيصا، وهنا بيبدا الابتزاز. انا بعمل ابتزاز عاطفي حتى مع اولادي من بدايه الخطوبه، من بدايه الاختيار. دكتور ايمان حضرتك، احنا بنعمل الابتزاز عاطفي مع نفسنا. ايوه، احنا بيتعمل لنا ابتزاز عاطفي واحنا بنتفرج على اعلانات التبرعات في التلفزيون. احنا بيتعمل لنا ابتزاز عاطفي ازاي دكتوره؟ ما هو ده الابتزاز العاطفي، ان حد يستشير يستثير مشاعرك ويوجهك في سلوك بناء على مشاعرك مش بناء على اهدافك. يعني حضرتك دلوقتي، انا اهدافي ان انا جاي اتكلم في العلاقات. حضرتك جيت دلوقتي قلت لي تعالي نتكلم في المخدرات وعشان خاطري وانا مش مجهزه الكلام في المخدرات وانا مش جاهزه له او مش موضوعي، هينقص مني. صحيح. او هيكون مش في صالحي. أيوة. بس هعمله عشان خاطرك، ده اسمه ايه؟ ما هو ده ابتزاز عاطفي. ايوه، حضرتك قلت لي عشان خاطري. احنا بنعمل كده مع اولادنا، اولادنا بيعملوا كده معانا، بنعمل كده مع ازواجنا. الهياكل المجتمعيه اللي حضرتك بتتكلم عنها للتنهار دي اساسها قامت على الابتزاز العاطفي. ابتزاز عاطفي ليه؟ عشان انا مش عارفه انا عايزه ايه، فبطلبه من اللي قدامي، واللي قدامي مش عارف هو عايز ايه فبيطلبه مني، وكل واحد بيشير. ندي مثال برضه بين الابناء والام والاب. دكتوره لان عجبني جدا كلمه الابتزاز العاطفي، يمكن جديده على بعض المستمعين والمشاهدين. ازاي بتحصل كمثل بين الابناء والامهات والاباء؟ كم طالب ثانويه عامه بيدخل جامعه ماما عايزاها بابا عايزها. ونفسي احقق حلم ماما. صحيح. نفسي احقق حلم بابا. هو عاوز يرضيهم بس. هو ده مش ابتزاز عاطفي؟ صحيح. كم واحد بيدخل علمي وادبي عشان احقق حلم ماما وبابا؟ كم واحد بيبقى زعلان يوم النتيجه عشان انا ما فرحتش ماما؟ كم ام بتقف يوم النتيجه لابنها تقول له خيبت ظني فيك؟ صحيح. كم واحده بتقول لابنها بعد التمرين على الله يتمر، انا اشوف انا بعمل فيك ايه بس يا رب الاقي التمن ده. ما كل ده ابتزاز عاطفي. كل ده تحقيق احلامنا في اولادنا. هو ده كل ده ابتزاز عاطفي، ودايما عاوزينهم يسيروا على نفس الخطى اللي احنا ماشيين عليها ونفس النهج. لا، ده مش نفس الخطى، خطوات اللي احنا مش عارفين نعمله. وعلى فكره دي جمله رنانه بيقولوها كتير جدا من الاباء والامهات، اللي انا ما اعرفش انا احققه، عايز ولادي يحققوه. طب هو حلمك. صحيح. انت صحيح. هو حلمك ده اول طريق العيشه الغير سويه، هو ان انت يبقى حلمك انت تطلبه من ولادك. هو امال الولاد ليه حلم انا فشلت في تحقيقه بحارب بقى مع اولاد عشان يحققوه؟ حضرتك يعني ولو فشلوا في تحقيقه مشكله دكتوره بيحصل طبعا هنا حاجز نفسي رهيب وبيحصل ساعات كبت. ما هو اللي حضرتك مش واخد بالك منه ان الاب اللي فشل في تحقيقه ده فشل في تحقيقه عشان هو ما كانش حلمه، هو كان حلم موروث، حلم الجد، حلم المدرس اللي حطه واداله برمجه عن نفسه. والله لو كل واحد وقف كده وحدد انا عاوز ايه مش هيبقى في فشل اصلا. بس يحترم قدراته دكتوره، ما يعيش في عالم الخيال. يعني قصدي مفيش عالم خيال. كل القدرات موجوده. بمعنى كل يعني انا مثلا ممكن اهل نفسي ان انا النهارده عاوز ابقى طبيب. كل اللي بيتابعنا الشباب النهارده هبقى طبيب لو عاوز. لو عاوز في قاعده في البرمجه اللغويه العصبيه. بس انا ليه قدرات دكتوره؟ بعض الناس الشباب اللي تابعنا الكلام ده يقول انا عندي قدرات. مش ده قادر. ده الافكار اللي اتقالت له عن نفسه. مفيش الكلام ده. في قاعده في البرمجه اللغويه العصبيه بتقول لو بشري واحد قدر يحقق حاجه يبقى كل البشر يقدروا يحققوها اذا توفرت الرغبه والسعي. مفيش الكلام ده. لو هو توفرت الرغبه والسعي. بس فين بقى مبدا الفروق الفرديه دكتوره؟ الفروق الفرديه قائمه على البيئه. سيجموند فرويد العالم الالماني يعني. أوكي. المدرسه عمل مدرسه اسمها نفسيه اسمها الفروق الفرديه. حلو جدا. بس الفروق الفرديه بتتحدد بناء على ايه؟ على البيئه. فعلت ايه؟ عملت اكتيفيت عند الطفل ده في ايه واكتيفيت عند الطفل ده في ايه. ده مش معناه ان في طفل اقل من واحد او واحد اعلى من واحد. لا، في واحد بيستقبل بالكلام، في حد بيستقبل بالصوره، في حد بيستقبل بالسمع، في حد بيستقبل بالرسم، في حد بيستقبل بالتلقين، في حد بيستقبل بالشرح. دي الليرنج ستايلز بنسميها. اهي هي دي نوع من الفروق. يعني واحد مثلا فيجوال، واحد بسماعي، واحد لما يشوف حاجه. نوع من انواع الفروق الفرديه. مظبوط. بص حضرتك، في جوه الاستراتيجيه العقليه السويه في معادله حلوه جدا. العقل ما بيطلبش من البني ادم اكتر من امكانياته. تمام. يعني لا يمكن شخص سوي عقله يطلب منه ان هو يمشي على الحبل، مستحيل اصلا. هو مش هيطلب منه كده. ممكن الاخرين يطلبوا منه كده،
أيوة. ويحطوه في الضغط والبوش ده، لكن عقله في معادله، في استراتيجيه سويه جوه العقل، عارفه انا اعمل ايه وما اعملش ايه. فالاحلام اللي تتخلق من جوه البني ادم هي مطابقه لامكانياته اصلا. ما فيش حاجه اسمها طالما انا حلمت بي يبقى انا عندي، طالما جوه طلع من جوه الحلم يبقى انا عندي المعادله اللي هتوصلني، عندي الطريقه اللي هتوصلني. اي ما يكون قدراتي دكتور، ايا ما فيش قدراتي محدده بحلمي. يعني انا الحلم ده، القدرات والحلم بيطلعوا من حته واحده جوه العقل، من حته واحده. لا يمكن انا هحلم اني ابقى دكتوره وانا بحب التاريخ مثلا وما بحبش الاحياء. ده لو حلمي انا كاماني، مش حلم ماما وبابا. طيب مش شايفه دكتوره كلام حضرتك رائع جدا، مش شايفه ان ساعات الجيل اللي طالع ده ما لقاش التوجيه، فبالتالي هو مش عارف قدراته، ولان ما حدش اكتشف قدراته دي اساسا ولا حددها ولا حطها انتو بارز في القوالب السليمه، وبالتالي هو مش قادر ومش عارف يسعى ويحقق حلمه ازاي وملوش اصلا حلم او هدف. طبعا ده الجيل ده بدا يظهر، لكن ده من زمان. وعشان كده الهياكل بتتدمر، الهياكل المجتمعيه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بتتدمر، هياكل العلاقات. العلاقه مش مجرد راجل وست. أيوة. علاقات دي كلمه علاقه، انا اصلا علاقه ايكوال انسان. صحيح. يعني ليه بقى؟ علاقتي بنفسي، علاقتي بشغلي، علاقتي ببيتي، علاقتي باصحابي، علاقتي بربي، علاقتي بزوجي او زوجتي، علاقتي باولادي، هي حياتنا ايه؟ أيوة. العلاقه حياه، العلاقه انسان. الانسان كائن اجتماعي. ما بالنا بقى لو كانت علاقه مش بس علاقه، علاقه صحيه. فما فيش علاقه صحيه تبدا الا لما يبقى شخص صحي سوي، عارف هو عاوز ايه. تمام. مش مسخ بيحقق رغبات الاخرين. تمام. مش لازم على فكره الاب والام، ممكن يبقى زوج مسخ بيحقق رغبات ولاده ومراته. تمام. ممكن زوجه تبقى مسخ بتحقق رغبات المجتمع في انها تبقى الزوجه المثاليه اللي بتودي وتجيب وتروح وتيجي. طب ماشي، نعم يعني خير يعني، وبعدين وبعدين هو ليه الام لما اللي بتعمل بيتشد لها كده الحبل كده اول النهار وتفضل تلف طول النهار باولادها ومدرسه وتمرين وقران ومروحه ومجي، وبعد كده تيجي اخر اليوم تتنرفز وتزعق؟ ما هو ليه؟ بسبب الضغط العصبي اللي فيه طول النهار، ستريس. عشان انتظرها لكلمه امتنان ما بتلاقيهاش، عشان هي ما بتعملش ده، عشان هي عايزه تعمل ده. كتير من الاحيان فعلا هي بتعمل ده عمليه مؤايده غير واعيه. طبعا الكلام ده الامهات بتغضب جدا منه. بالعكس ده صفهم يا حركه، لكن لا هي مؤايده يعني غير واعيه. انا ما بعملش كده للولا الوطن يعني، انا ما بعملش كده من نفسي، انا بعمل كده عشان عندي تارجت، حتى لو انا مش واعيه بالهدف ده. مؤايده غير واعيه بشتري يا اما كلمه شكرا يا اما نظره المجتمع بان الله دي ام مثاليه. فطبعا لما الابن ما بيدينيش النتيجه اللي تحط لي الليبل ده بتتدمر العلاقه. صحيح. كم ام بتذاكر لابنها في المدرسه وعلاقتهم سويه؟ مفيش اصلا. مش بتقوليش بقى 10%، ده مفيش. طالما بقى التيتشر، طالما ماما بقى التيتشر، العلاقه بتتدمر، العلاقه بتتحول لعلاقه غير سويه. ليه؟ لان هي بتلعب بتمثل دور مش دورها. تخيل حضرتك احنا قاعدين في مسرحيه، بس في ناس ده يعني نجحوا كتير دكتوره، نجحوا يحققوا اللي يعني هم عايزينه، لكن ما يعيشوش في سويه. وبتيجي في البيت برضو مع اولادها، قامت بدور المعلم وقامت بدور الام ودور يعني نجحت تعمل ادوار كتيره جدا. لكن نجحت تعيش في صحه نفسيه؟ احنا دلوقتي بنتكلم في بدايه اللي بيجي على اساس بقى طبعاً. على صحتها يعني طبعا النفسيه والعصبيه والجسديه، الصحه النفسيه والبرنامج الاستراتيجيه اللي شغال عليها البيت كله. وايضا بيجي احيانا على اساس الصحه النفسيه العائليه، يعني زوجها اذا كان متمرد ومش مقدر ده بيجي كمان عليها. دكتوره خلينا نكون منصف يعني، مش بتكلم بقى ضد ادم او مع حواء وضد، لا احنا مش عايزين نتكلم بصالح العام. هو حضرته مش شايف ده، فبالتالي بيحملها كمان ما لا تطيق. فبالتالي لما يشوفها مثلا مع الاولاد منشغل عنه، وما يشوفها في المطبخ بتطبخ ومش عارف يعني بلبس مش مهيئ وما شابه ذلك، فبيضغط عليها كمان، انت فين؟ طب وانت ساعتك فين؟ وانت قاعد قدام التلفزيون وهي قايمه بكل الادوار دي. حضرتك ما فيش حد فيهم ظالم ومظلوم. الاسره اللي بتقوم بالشكل ده، بس لازم يكون في بالانس، لازم يكون في توازن. النموذج اللي حضرتك بتتكلم عنه ده كتير جدا، وبيزعلوا مني يعني نماذج كتير قوي بتزعل مني، سواء طرف الراجل او طرف الست، بس مفيش واحد فيهم ظلم التاني. كل واحد فيهم بيقرا، بيبص في الطرف الاخر كمرايه. كل واحد بيفك السوفت وير بتاع التاني. تمام. يعني انا اللي اديت نفسي الاحقيه اني ابقى ماسكه زمام الامور وماسكاها من A to Z، ما اجيش ازعل بعد كده علشان خاطر هو الطرف التاني مش متحمل المسؤوليه، والعكس. ما حدش يقول انا هشيل الشيله كلها وبعد كده يجي يقول اي انت مشايلني، انا اللي شلتها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما نجيش بقى نسال اللي فوق وسعينا احنا اللي شلناه، عشان عندنا اهداف غير واعيه عايزين نوصل لها. عندنا ليبلز وعندنا صور مثاليه ومصطلحات رنانه عايزين نوصل لها. تمام. لكن الحقيقه
ان احنا محتاجين نرجع لورا 10 خطوات ونقف ونقول الصحه النفسيه حيث تكون حيث اكون. أيوة. لا الدرجات ولا السكن ولا الشقق ولا العربيات ولا الفلوس بتجيب صحه نفسيه، الصحه النفسيه بتجيب كل دول. صحيح. الصحه النفسيه تقدر تجيب كل دول باليسر. لكن دول ما بيجيبوش الصحه النفسيه. يبقى كل الهياكل المجتمعيه اللي حضرتك بتتكلم عنها ان نسبه الطلاق زادت وده ما هو ده طبعا ما هو باطل. قائمه اصلا على علاقه مش متزنه، علاقه كل طرف فيها مش عارف انت عاوز ايه. وكل طرف فيها بيضغط على التاني وبيحمل التاني ما لا يطيق. بيحمل التاني بيلومه بعد كده. انا ما اقدرش انا وحضرتك لو داخلين شراكه في مشروع عمري ما هحملك اكتر من طاقتك الا لما ابقى محمله نفسي اكتر من طاقتي. بتعامل معاك بنفس البرنامج العقلي اللي بتعامل بيه مع نفسي. تخيل كده احنا الاثنين مشينا في الشارع وقفنا تاكسي وركبنا التاكسي وما قلنالوش احنا رايحين فين. رايحين فين ما بنقولش، رايحين فين ما بنقولش. تمام. ركبوا حد قال له وديني المعادي، راح معاه المعادي. ركبوا حد تاني قال له وديني الدقي، راح معاه الدقي. هل سواق التاكسي هو المسؤول ان احنا رحنا معاه المعادي والدقي واحنا مش عايزين نروح المعادي والدقي؟ احنا اللي واجهناه. احنا ما واجهناهوش، احنا ما قلناش، احنا ركبنا وسكتنا، فاي حد هيركب من قدام هيقول له وديني كذا هيروح. هي دي الحياه الاسريه اللي حضرتك بتقول عليها هياكل وقعت. هياكل مجتمعيه وقعت لان ملهاش هدف. مفيش حاجه انا عايزه اوصل لها، مفيش حاجه واضحه انا قادره احددها انا عايزه ايه من حضرتك، انا عايزه ايه من الطرف الاخر، انا عايزه واحد واثنين وثلاثه، مش كلام مرسل. انا هعمل واحد كلنا عايشين كده يا دكتور. يعني احنا عايشين يعني حين النهارده وموتنا بكره زي ما بيقولوا. يعني احنا عايشين يومنا بيومنا، يعني يوم بيومه. يعني الاولاد بقى يكونوا ايه، مهندسين يكونوا، دكاتره يكونوا اي ما يكون، احنا المهم ايه يعني نوفر لهم احتياجاتهم اليوميه وخلاص. اما الهدف بقى في ناس احنا سايبينها على الله وخلاص. هل النظره دي الاتكاليه دي صحيحه؟ هي القصه مش قصه صحيحه وغير صحيحه. القصه ان حضرتك نسبت الدور بتاعي كأم او اب او اسره ان ولادي يبقوا مهندسين ودكاتره، وقبل ما دول ما فكرتش تقول ازاي يكونوا اسوياء، ازاي يكونوا كما يحب ان يكون. طب مش ساعات دكتوره ابنائنا بيبقوا عاوزين حاجات وهم اولا نوت كواليفايد، مش مؤهلين ليها. شفت ده؟ يعني شفت ناس بس دخلت كليات، انا مثلا يعني بحب الرسم، دخلت كليه للاسف وقعدت في البيت بعد كده. ليه؟ لان سوق العمل مش محتاج ده. وفي المقابل هي حد تاني سمع كلام مثلا وشاف الماركت او سوق العمل محتاج ايه، فبالتالي اهلت لنفسها رغم انها ما بتحبش ده لسوق العمل ونجحت في المجال. ايهما افضل؟ كل قاعده ليها إيه اللي هو ايه زي ما بتقول ايه المرونه بتاعتها. في شخص عنده كم من المرونه، انا مثلا نفسي اطلع دكتوره بس ما قدرتش ادخل كليه طب، فدخلت صيدله، فدخلت علوم، فدخلت تربيه احياء، فدخلت سين، يعني دخلت كل حاجه ممكن تخدم على انا عاوزاه. تمام. في حد عنده من المرونه انه امكانياته او احلامه بتمشي كده. لكن في حد لا، في حد اللي هو انا لو ما بقتش كده هبقى فاشل، هبقى الناحيه الثانيه. فما القاعده اللي بتطبق عليا مش بتطبق على حضرتك. أيوة. بس الفكره كلها ان احنا كمجتمع نسبين النجاح للشهادات وللشغل ولسوق العمل. صحيح. صدقني الصحه النفسيه لو بدات جوه الشغل ده هيجي لحد عندي وهيبقى بسهوله جدا وبيسر جدا، ومش مهم سوق العمل، انا اللي هصنع سوق العمل. هو حضرتك اللي عمله الماركتنج بتاع السوشيال ميديا، او اللي عمله الاكل اللي في الشارع، او كل الافكار الجديده دي بدات منين؟ بدات من ناس كرياتيف وعارفين هم عايزين ايه، وبعد كده بداوا الناس يقلدوهم. بالزبط. ناس وقفوا نقطه من اول السطر، احنا هنكون كذا. وبعد كده اصبحوا ايه، فريق قاده لقطيع عملوا زيهم. ما فيش حاجه اسمها سوق العمل، احنا اللي بنعمل سوق العمل. هم ده كان في يعني من 10 سنين كان في سوق عمل اسمه كده؟ ما كانش فيه من 10 سنين سوق عمل بالشكل ده. لكن هم اللي صنعوا. اللي عنده الكرياتيفيتي او الابداع اللي الشخص يعني اللي عارف هو عاوز اوجد إيه؟ النقطه دي. طبعا الشخص يعني هضرب مثال مثلا بموضوع التاكسيات اللي كانت موجوده في مصر. النهارده طلع حاجه عشان بس ما نقولش مسميات، يعني حاجه جديده، عربيات ملاكي النهارده تحت مسميات، وبقت احسن بكتير والناس مستريحه لها بكتير، لا في فصال ولا في بتاع، اطلبه طبعا من البيت وهكذا. مين اللي ابدع الفكره دي؟ مين صاحب الفكره النهارده حضرتك تقصدي فيه بقى استنساخ من الافكار؟ أيوة. دي والتسويق الالكتروني بتعمل تراكميه احيانا بدون داعي، والبيع الاونلاين، والشباب اللي واقفين في الشارع بعربيات الاكل، دول شباب دول ايه؟ هم دول ايه؟ دول مش فشله، ده بالعكس
دول اشخاص قدروا يحددوا هم عايزين ايه، مش المجتمع عاوز ايه، وخلقوا سوق عمل مش موجود. صحيح. كلمه سوق عمل دي كلمه دارجه في المجتمع احنا بنقولها لاولادنا عشان او اتقالت لنا او ايا كان هي بتتقال ازاي، عشان يحصل لنا حاله من التحجيم. اللي هو سوق العمل بيقول لا انا اللي بعمل سوق العمل. هو كان في حاجه اسمها لايف كوتش مثلا، هو مين اللي عمل لايف كوتش؟ كان في حاجه زي البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الصحه النفسيه. سوق العمل بيتصنع من وعي المجتمع. بالظبط، بيتفتح سوق عمل على اساس وعي المجتمع. ايوه، فانا لو عملت مش بذره لوعي بصحه، اني اطلع بصحه نفسيه، عارفه انا عاوزه ايه، قادره احدد انا عاوزه ايه من الطرف الاخر، ومش عاوزه ايه، مش احاسيس. مش احاسيس، لان انا لو انا قلت للطرف الاخر انا عايزك تبسطني، في واحده ممكن تنبسط بشوكولاتيه وواحده تنبسط بخاتم سولوتير. ايوه، في حد ممكن ينبسط لو راح السينما، وحد ينبسط لو قعد على النيل. لما انا اقول للطرف الاخر يبسطني، المفروض ان هو يدخل جوه دماغي يعرف ايه اللي بيبسطني، ولو عمل عكسه انا ازعل او العكس. احتويني. طب ماشي، من خلينا اكتر نضج. أيوة. ونقول احنا عاوزين ايه، واكثر عمليه يعني. نضج. صحه طبعاً. نفسيه اصلا الشخص اللي بيدي لنفسه الاحقيه انه يعلن هو عاوز ايه، ده شخص مستحق. انا مستحقه، بحترم نفسي وبقدرها، فعشان انا بحترم نفسي وبقدرها هطلب من اللي قدامي انا عاوزه ايه. طبعاً. لكن احنا حطينا عنوان كبير كده ان هو المفروض يعرف لوحده، او ان هي المفروض تعرف لوحدها، والعلاقات بدات تتدمر من النقطه دي. طب ما هي انا دلوقتي اعرف لوحدي، والطرف الاخر يعرف لوحده، طب انا هعرف من اصحابي وهو هيعرف من اصحابه. وكل واحد فينا هيتعامل مع ببرنامج سوفت وير بتاع حد تاني اصلا مثلا. صحيح. فهي الفكره كلها ان حضرتك في اول الكلام خالص قلت هي بتتعلم ولا بتكتسب؟ بتكتسب. هي ما ينفعش تكتسب، هي لازم تتعلم. التربيه لازم تتعلم، يعني الصحه النفسيه، والصحة النفسية لازم يعني تتعلم. مش ممكن تكون منها يعني من ضمن المؤثرات بتاعتها الموروثات، يعني بمعنى مثلا انا الموروث بتاعي من الاباء من الاجداد، اعتقد ده المعيق للصحه النفسيه. حضرتك ده بيأثر، ده المعيق، ده معيق، ده المعيق للصحه النفسيه. يعني حضرتك كده روح لافشل علاقة، افشل اسره تعرفها في حياتك، هتلاقيهم بيتكلموا عن الموروث. كل ما الموروث والوعي القطيع اتمكن من الاسره اكتر، كل ما الفشل زاد فيها اكتر. لاني يعني للدرجه دي؟ طبعا. يعني هو اصل يعني ما ينفعش حضرتك تزود كفه وتسيب كفه زي ما هي. طبعاً. ما ينفعش تزود السوشيال ميديا وتزود الثقافه اللي نازله تجرف على المجتمع. طبعاً. وتقول له فكر بنفس الطريقه اللي كانت ماما وبابا بيفكروا بيها، او كانت الاسر زمان بيفكروا بيها. جميل. ما ينفعش يبقى في الانفتاح ده كله في ناحيه. صحيح. وفي الانغلاق الناحيه الثانيه في الذهن، وناخد في الفكر. استاذه منى من القاهره، اهلا وسهلا. ايوه فندم، اهلا وسهلا، اهلا بيك يا مدام منى. ايوه اهلا بحضرتك، ممكن اتكلم دكتور؟ ابعدي بس ساعتك على التلفزيون شويه بعد اذنك. حضرتك بعيد عن التلفزيون خالص. طب صوتك بعيد بس شويه. اهلا وسهلا معاك يا دكتوره، اتفضلي. اهلا وسهلا يا منى. ايوه بصي يا دكتوره، كنت عايز اسال حضرتك، انا دلوقتي متجوزه ومعايا 3 اولاد، بس مش عارفه اتعامل معاهم بسبب جوزي. مش عارفه ايه؟ مش عارفه اتعامل معاهم بسبب جوزي. مش عارفه تتعامل معاهم بسبب جوزها؟ عصبي قوي، وكل حاجه بيمد ايده عليا وبيضربني. طب انت في مره ضربني كسر لي السنين. انتوا متجوزين بقالكم قد ايه يا مدام منى؟ متجوزه بقالي 6 سنين. 6 سنين. من البدايه وفي عدم تفاهم؟ عدم تفاهم صغير. اول مره ضربك امتى يا منى؟ اول مره ضربني في اول كام شهر جواز. طب وجبتي 3 عيال ليه طالما اتضربتي بعد اول شهر جواز يا منى؟ هو في فرق. طيب خلاص، عايزه اعيش بس ما خلاص، ما مش انت اللي اخترتي النصيب؟ لازم تقفي كده وتسالي نفسك انت عاوزه ايه، وتقدري تعملي عشان توصلي للي انت عاوزاه. انا مش بتكلم عليه هو خالص، انا بتكلم على اولادي، مش عارفه اتكلم معاكي. ما هو انت لازم انت تكوني شخص سوي، وتكوني عندك قدره على انك تعبري عن مشاعرك، وعارفه حقوقك ايه عشان تعرفي تتعاملي مع اولادك، عشان ما تبقيش بتتعاملي معاهم على ان هم نموذج مصغر من ابوهم، هم ما ذنبهمش حاجه. انت يعني أولادي عليا أعمل معاهم إيه؟ تعملي معاهم إيه؟ تحترميهم. تحترميهم وتحترمي رغبتهم. نعم؟ بحترمهم بس مش عارفة لوحدي. طيب ما هو أنتِ مش عارفة لوحدك، بس بصي يا منى،
كل سلوك البني ادم بيعمله ايا كان هو صح او غلط احنا مش هنقعد نقول ان هو ده النصيب، لازم طالما انا قررت ان انا ادخل مشروع اتحمل نتيجته للاخر. مظبوط. انت وهي قالت انها مريتي مريتي بتجربه، مريتي بتجربه بتقول ان انت ان هو ضربك بعد اول شهر جواز وجبت الطفل الاولاني وضربك تاني وجبت الطفل التاني وضربك تالت وجبت الطفل التالت، لازم تقفي كده وتسالي نفسك ايه هي الامكانيات اللي جوايا اللي انا مش مستخدماها، المهارات اللي جوايا اللي انا محتاجه اني افعلها علشان اكون ام واب نافعين لاولادي. عندك برامج اللي ممكن تتعلمي منهم التربيه كتير جدا، عندك برامج اللي تقدري تعملي بيها تحرير مشاعر كتير جدا، لكن هنقعد ونقول النصيب في الاول وفي الاخر؟ هذا هو الاختيار. هذا هو ده الاختيار. هو احنا كنا فين؟ مدام منى معانا؟ طب شكرا ليكي. مدام منى ممكن تسال حضرتك، هو البرامج دي في كتير من السيدات لا تقتنع ان البرامج دي هتغير حياتي، يعني معقول؟ خلاص لا ما تقتنعش. البرامج مش بص العلوم اللي احنا بنتكلم فيها دي اثبتت نجاحها مع ملايين البشر. ايوه. لما تاثر في حياتي او حياه حضرتك مش هنضيف للعلوم حاجه. ايه هي العلوم؟ لو دخلت حياتنا هتضيف لحياتنا. تمام. لكن لو احنا دخلنا العلوم في حياتنا احنا مش بنتكرم على العلوم دي. والله العلوم موجوده. اللي حابب يجربها ويشوف نماذج حقيقيه يجرب، واللي مش حابب وشايف ان مش معقوله خلاص خليه مكانه. هذا هو استحقاقه بالحياه. بالظبط. مفيش حد، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. وما بانفسهم ما يعني ربنا لما قال ما بانفسهم ما قالش ما في انفسهم، يعني ما بانفسهم التحق بانفسهم، مش الفي مش في اللب. أيوة. يعني مش في الاصل. هم مش جايين كده. أيوة. ما بانفسهم ملتحق بيهم. يعني بناء على البرامج والصدمات والتجارب الحياتية التحقت بالنفس. يعني زي ما التحق أقدر أغيره. هل شايف دكتور أماني مجرد ما الزوج زي زوج مثلا مدام منى، هو طبعا ده استنساخ كتير، مجرد ما يمد إيده عليها ده حضرتك بالنسبة طبعا لكتير من السيدات اللي معناها أن أنا انفصل بقى ما كملش الحياة وشكرا على كده، ولا لا تعمل طبعا إيه؟ مش معناها كده أصلا. بس اصلا العلاقه ميرور. آه. انا مع الشريك اللي بتعامل معاه انا بشوف افكاري عن نفسي اللي انا ما اعرفهاش. تمام. عارف دايما بشبهها كده في الحديث عن العلاقات. أيوة. الشخص اللي قدامي اللي انا برتبط بيه بيبقى عامل زي ما كانوا بيجوا في التلفزيون زمان كده يجيبوا دماغ حد ويروحوا حاطينه في جردل الميه كده ويقعد يقول له قول بق 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 بق. زي ما انا شايفه نفسي بالظبط اللي قدامي هيشوفني ويعملني ويغرقني في الافكار اللي انا شايفاها عن نفسي. لو أنا شايفة نفسي واحد واثنين وثلاثة هو هيديني نفس ده بس بطريقة مختلفة. أنا شايفة أفكاري عن نفسي إن حدودي لحد هنا، لا يمكن طالما أنا مقتنعة إن حدودي لحد هنا. أيوة. هو أنا ببعت رسالة غير واعية للي قدامي إنه ما يتعداش الحدود دي. تمام. عاوز ما يبقاش أقف أنا طيب. بعلي عليه وهو بيعلي عليا وبعد كده ما يضربني عيط. طيب عشان نكون يعني نخش في بعض المشاكل الاجتماعية اللي بتقابلنا كتير، مرايه الحب عاميه، يعني مجاز مدام منى، وده سنساخ، انا مش بتكلم مش بشخص الموضوع على مدام منى، في كتير من الناس اللي هم كانت العلاقه عن حب وكنا فعلا يعني واخدين بعض عن حب زي ما بيقولوا يعني، وقعدنا مخطوبين سنه واتنين ويعني فوجئت لما اتجوزنا حصل ان هو بقى شخص تاني. تمام. زي ما بنشوف بيضربها يعني للاسف الشديد، ممكن يبص بره او يهينها او الى اخره. غير بقى النقطه دي ان بيحصل ساعات بعض الازواج مش بيقدر ان هي الحاله النفسيه، بقى بتكلم هي موجوده في البيت طول النهار بيزهد فيها، وده حاله قدامي والاخت اللي اتصلت بينا من السعوديه زوجها بتقول زهد فيها خلاص. يعني عاوز انتقل من حاله مدام منى لحاله ثانيه، الزهد بقى، زهد الزوج وبدا يبص لبره زميلاته في العمل لان هي موجوده في البيت بقى حاجه زي قطعه اساس موجوده في البيت. هنا الحاله الصحيه لهذا الزوج عالجها ازاي؟ ماشي. ليه اعالج الزوجه؟ هي اصلا الزوجه دي لو مسكتها ورقه وقلم وقلت لها اكتبي الجواز الزواج كده في نص الصفحه وانزلي قولي لي الافكار اللي جوه عقلك لمده 10 دقائق، افضلي اكتبي كل اللي تعرفيه جوه دماغك عن الجواز. لو قريت الكلام ده هتعرف ان اللي جوزها عامله ده هو الكلام اللي جواها. ايوه. هي الفكره جوزها ما جابهوش من بره ولا الزوجه بتجيب من بره، هي الزوج والزوجه بيعملوا حركه زي ما بترمي طوبه في ميه، بيعملوا حركه للافكار والبرامج اللي جوه. هي لو غيرت افكارها عن نفسها وافكارها عن الجواز الحياه كلها هتتغير من حواليها، كلها هتتغير من حواليها. وده مش كلام محاضراته، مش كلام انشا، ده كلام حقيقي ناس قدرت تحققه، ملايين البشر قدروا يحققوا. ماشي. ما انا عاوز اوصل مع سعادتك لكلام، نوصل بقى من النظريه للعمليه. السيده دي غيرها كتير تعمل ايه؟ هي في دوله عربي جوزها زهد منها خلاص، بتقول طبعا انا مش عارفه اعمل ايه، وقال لها كده مباشره انت اصلا يعني معلش انت راجل يعني، وبدا كلامها كلام نفسي خطير جدا، فبتقول انا خلاص انا عاوز اسيبه وارجع مصر، فتعمل ايه يعني؟ تعلي تقديرها لنفسها.
بمعنى لما هتعلي تقديرها هترفع تقديرها لنفسها، يعني تقف كده مع نفسها وتشوف هي بتحترم. هو انا دلوقتي هنحطه تحت ليبل ان هو ما بيحترمهاش او ما بيقدرهاش، خليها تقف مع نفسها، ترجع لورا بقى 3 4 خطوات كده وتقديرها لنفسها كم من 10. لو سالتها هو انت بتحبي لو حطيتي درجه الحب لنفسك كام من 10 هتدي كام؟ طيب هتقول لك 7. طب انت 7 من 10 عايزه اللي قدامك يحبك اكتر ما بتحبي نفسك ازاي؟ بتقدري نفسك كام؟ طبعا مش هتلاقي 7 دي خالص. اللي بيقدر نفسه 7 من 10 ده حياته ماشيه 100 فل و10 يعني. بالفعل طبعا يعني طبعًا. انت مش هتلاقي خالص تقدير الذات ده طب خالص. طب يعني احب نفسي 7 من 10 يعني ايه؟ ما هي بتحب نفسها وبتقدر نفسها وتقول انا بهتم بنفسي جدا جدا جدا. ما فيش الكلام ده، مستحيل الكلام ده هي تقوله. لكن لو مسكت ورقه وقلم واتكلمت عن نفسها كانها بتتكلم عن حد تاني مستحيل. اصل بص حضرتك، اللسان هو الجهاز العضو الوحيد اللي في جسم البني ادم اللي بيكذب. طب اذا كان دكتوره وصلت لدرجه بتقول لجوزها، تمام، وده اتصال مش هنساه يعني، بتقول لجوزها انا البره يعني بيتغزلوا فيا يعني، تمام، وهي مجرد لابسه مثلا اللبس العادي جدا وحتى نقاب او من غير نقاب، فبتقول انا قلت له كده، قلت له الناس اشمعنى انت مش باصص لي؟ انا بقول السؤال اللي قالته بالظبط عشان الحاله دي بامانه يا جماعه انا شايفها في كتير في مجتمعاتنا المصريه والعربيه. سؤال واحد بسيط جدا ممكن يتقال بصدق لو قعدت مع نفسها بصدق. العقل ما بيحبش الفراغ، يعني لو اديت العقل سؤال لازم هيجيب لك اجابه. أيوة. لازم هيجيب لك اجابه. ايه اللي جوايا اللي جاب لي زوجي يتعامل معايا بالشكل ده؟ ايه المرايه؟ احنا عاملين في العلاقات، عارف حضرتك لما تبقى حاطط في جيب البدله بتاعتك مغناطيس وانت معدي كده من قدام اي ترابيزه راح جاي دبوس لازق في البدله، هل الدبوس هو الغلطان ولا المغناطيس اللي في البدله اللي في جيب البدله؟ طبعاً. هو المغناطيس. في حد بقى يمسك الدبوس ده ويروح متنرفز ورميه، وحد تاني يسال يقول هو ايه اللي جاب المسمار ده هنا؟ ايه المغناطيس اللي جواه اللي جوايا اللي في جيبي اللي خلى الدبوس ده يلزق في البدله؟ ايه اللي جواها اللي جاب لها علاقه بالشكل ده؟ هي دي الصحه النفسيه، الف ب صحه نفسيه، ان انا اعرف ايه اللي المعيق جوايا بيني وبين تقدير زوجي ليا. انا عارف ان الكلام ده على مشاهدين بالنسبه لناس كتير الكلام انا عارف كبير، كلام نفسي كبير دكتوره، لكن خلينا برضو نقرب للناس للارض. هي شافت انسان جاي تقدم لها، انسان كويس، انسان محترم، فتجوزه. بعد يا دوبك سنه سنتين بدا يزهد فيها، تعمل ايه والحل ايه دكتوره؟ حضرتك مفيش حد بني ادم في الدنيا اصلا، اي حد اي حد هتدي له حل لمشكلته هيطلع لك انغلاق للناحيه الثانيه، لان زي ما المشكله جواك هو الحل جوه الشخص. اللي من نفس منبت المشكله نفس منبت الحل. لا يمكن انا اقدر حضرتك تيجي تقول لي اصل انا عندي مشكله كذا وكذا، اقول لك طب اعمل كذا، تقولي بس لو انا عملت كذا هعمل كذا. طب اعمل كذا، لو انا عملت كذا هعمل كذا، اصل لو حصل كذا هيعمل كذا. يبقى ساعتك يعني عاوزه تقول لدكتور اماني ان كل شخص محتاج علاج نفسي لوحده وارشاد نفسي لوحده. مفيش حد ولا العلاج النفسي ولا العلاج النفسي ولا الارشاد النفسي ولا الكوتش ولا الكوتش العلاقات بيدي حلول، هو بيعلمه ازاي يدور على الحلول جوه نفسه. احنا المسؤولين عن حياتنا. حضرتك قلت جمله خطيره جدا سبب تعاسة بيوت كتير قوي، مرايه الحب عامية. مرايه الحب مش عامية، بنقولها كتير، مرايه الحب مش عامية. اقصد دكتوره ان كتير من البنات النهارده، خلينا نكون يعني واقعي، هو شافت فلان ده فارس احلامها وهو مش فارس احلامها، لان مش عارفه هي عاوزه ايه اساسا. ما هي في مشكله في الاول، خلينا نعترف ده، فبالتالي هي شافت ده هو فارس احلامها. ليه؟ لا هو فارس احلامها لان ما شافتش غيره مثلا، فارس احلام لان مامتها المجتمع. قعدت تثني فيه ثناء حسنا، وبعد كده ما شفناش غير كل يعني علاقات مدمره الحياه الاسريه، حتى ده اثر طبعاً على الاولاد. ما بني على باطل، ما هو ده اللي احنا قلناه، ما بني على باطل فهو باطل. ازاي حضرتك قبل بالهوى كنا بنتكلم على جذب شريك الحياه. هو يعني ايه انا احط مواصفات لشخص، اجذب شخص عايزه واحد واثنين وثلاثه؟ طب هل انا السوفت وير بتاعي هيستحمل يتعامل مع شخص واحد واثنين وثلاثه؟ بدل ما انا افكر ازاي اجذب الطرف الاخر، افكر الاول ان انا اكون شخص سوي، بقدر نفسي، بحترم نفسي، عارفه انا عاوزه ايه، عارفه حقوقي وواجباتي. والشخص المطابق للسوفت وير ده هيجي لحد عندي. يعني ايه انا احط مواصفات؟ يعني احط مواصفات للشخص على حسب ما المجتمع شايف. يعني حضرتك كده بتتكلمي يا دكتوره كلام سيستماتيك جدا، كلام منظم جدا، ثيوريتيكالي عملي. ابدا من انا هنا. بحترم نفسي وانا شايفه نفسي ومقدره نفسي ومقدره ذاتي، فاخترت شخص. الانسان ده برضو اجابه السؤال بيزهد فيا بعد كده. انا ما انساش اتصال تاني من ام هي حما لدكتور طبيب، بتقول انا فوجئت يا ابني ان للاسف على علاقات على الشات، وده سؤالنا جالنا في الكنترول، علاقات وصلت للخيانه الزوجيه، تمام،
فبالتالي هنا بتقول انا بنتي طبيبه وهو طبيب يعني مثقف وراجل على قدر من الادب، والله يا ابني وهي بتعترف الحمل اللي بتتصل حمل الطبيب ده، فبتقول انا مش عارفه اعمل ايه، هل اطلق بنتي الطبيبه من هذا الطبيب ولا اعمل ايه دكتوره؟ هو انا دلوقتي لو شفت حضرتك واحنا ماشيين دلوقتي في الشارع وفي ست عجوزه قاعده على الرصيف بتساعدها وبعد ومشينا شويه قدام شويه كده وحد شاب معدي من قدام العربيه بتاعتك رحت شاتمه ماشي، انت نفس الشخص اللي عملت ده ونفس الشخص اللي عملت ده، احكم عليك بانهي حكم؟ اشوف منك انهي نموذج انهي نسخه؟ ما هو انت نفس البني ادم. أيوه. شخص عدى من قدام عربيتك كنت ممكن تدوسه فشتمته. لو شخص واحد شاف المشهد ده بس هيقول عليك حد مش كويس. أيوه. ولو شخص واحد شاف المشهد ده بس هيقول عليك انسان فاضل جدا. هي دي الفكره، هي دي الفكره، ان احنا بنحكم على بعض من لقطه من كاميرا، عاملين زي اللي بيرقص، حد بيرقص رقصه باليه كده، فانت تروح لقط لها لقطه كاميرا. أيوه. وتقول ان هي دي الرقصه. هي دي هي دي الراقصه بتاعت البلد. حكم هذه الحماه واللي هي ام الطبيبه مش حكم خاطئ الأم... طبعا بنسبه 100% لا، هو اصلا كلمه الحكم انما الحكم لله. ايوه كلمة جميل حكم. بس نظرتها لجوز بنتها ان هو لا راجل مثالي إيه مثلا، بناء على القصه مش قصه، انا ما بتكلمش في المثاليه خالص، بناء على ايه؟ بنعالج مشكلة زي كده ازاي؟ الموضوع وصل دكتوره اماني، الموضوع خيانه زوجيه بيحصل، والخيانه بتبدا من شاتنج، من على الواتس، من على الفيسبوك وما شابه ذلك، ودي متصله بالمناسبه قالوا لي هي محرجه تتصل، يعني محرجه تخش معانا على الهواء. تمام. وده كتير بقى، استنساخ كتير. الفكره اصلا الحل هنا ايه مع هذه النماذج؟ حضرتك الحل عندي انا، انا كزوجة، انا كزوجة او انا كزوج، يعني ما ممكن يبقى في زوج شايف الطرف الاخر زوجة هي اللي بتعمل ده، او ممكن يكونوا اصحاب وممكن يكونوا زمايل، كل حاجة بتبدأ من جوايا. اللقطة ان انا اركن كل حاجة وادور ورا شخص، اصلا اللي بيدور ورا حاجة اللي بيدور ما تبحث عنه يبحث عنك، اللي بيدور ورا شخص لازم هيلاقي. اصل الشيطان ما بيضيعش وقت، صح ما ندورش، الشيطان ما بيضيعش وقت، وعمره ما هيجي لك بالشك ويقول لك دور وتجسس على الاخرين. ويبقى هو مش مرتب ورقه من الناحيه الثانيه، هو ما بيضيعش وقت، والشيطان بياكل عيش. بالمناسبه حضرتك مع ده ولا ضد ده، ان الزوجه تتجسس على زوجها؟ لا ما او العكس، لا التجسس اصلا فكره، انا بتكلم الحاله النفسيه، الحاله النفسيه عشان نعيش حياه صحيه. الزوجه اللي بتجي لي العياده تقول لي انا اتجسست على جوزي، بقول لها تعالي عالجك من التجسس الاول، بعد كده نشوف هو عمل كده ليه. فعلا. مش دي قصتي، قصتي انت عملتي كده ليه؟ امتى حصل شك في نفسك؟ ها؟ وحصل جواكي رغبه في التجسس انك تعملي ده؟ ده سلوك غير سوي. انا اسف، بتنهريها ساعتك وبتمنعيها. انا ما بنهرش حد ليه؟ بس بقول تعالى تعالي عالجك انت، اتجسستي ليه؟ واللي بتيجي لي تقولي اتجسستي على ابني، انا اتجسست على ابني. ما بلاقيش رد الدكتور احيانا، هو ما انا اعمل ايه دكتوره؟ ما انا شايفاه ان هو بيقعد لوحده احيانا، بيمسك الموبايل بلاقي احيانا. طبعا. بلاقي ردود اكتر من كده بكتير، بس بلاقي ردود اكتر من كده بكتير. بس ما هو مش احنا متفقين من الاول، احنا بنكسر هياكل المجتمعيه. هو احنا مش جايين نطبطب على المجتمع. بتحل لنا مشكلتها ازاي دكتوره؟ محدش بيحل حاله زي كده. عانت من زوجها في خيانه زوجيه حصلت، بتعالجيها ازاي؟ اولا بسالها يعني ايه خيانه؟ مفيش حاجه اسمها خيانه زوجيه اساسا، ده مصطلح وعي جمعي. ازاي طيب؟ امال اسمه ايه؟ هو مسؤول، اللي بيخون نفسه. واللي بيحترم نفسه. جميل. الفكره كلها اصلا اني انا احط نفسي في مقارنه. اول ما هحط نفسي في جدول مقارنه لازم يبقى في طرف اخر. فطالما حطيت نفسي في جدول مقارنه يبقى انا اللي عملت كده، انا اللي جذبت الطرف الاخر، ده نمره واحد. نمره اتنين، اصلا انت مفهوم الخيانه ده يعني ايه؟ وامتى قبل ما تتجوزي خالص، امتى حد قال لك انك لازم لما تتجوزي هتتخيني؟ مين قال لك ان الرجاله كلها خاينه؟ ما هو ده برنامج عقلي مفعل عندك جذب لك الموقف ده. على فكره كتير قوي من اللي بيشتغلوا في الصحه النفسيه فاهمين اللي انا بقوله، وكتير قوي من اللي اشتغلوا على نفسهم وعملوا جلسات فاهمين اللي انا بقوله. اللي هيعترضوا هم اللي بيسمعوا الكلام ده لاول مره. بس الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده محقق نجاحات. لا ابدا، انا بسمع حضرتك وعاوز اوصل للزوجه كيف تقتنع من كلام الدكتوره اماني، عملي بقى. مش مهم تقتنع، لو ما اقتنعتش عشان تعيش حياه صحيه، عشان تعيش حياه تقتنع. مش بعمل مجهود عشان اقنعها. يعني بتنصحيها مثلا اولا ما تجسس على جوزها؟ لا ما بنصحش في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستشارات. لا ما بنصحش، انا بسالها اتجسستي ليه؟ جميل. ما هو ده المفروض اللي اعمله. اي برنامج وراه اي استراتيجيه عقليه. أيوة. وراها المفروض ولازم، فهي استراتيجيه وراها صدمات. جميل. ومشاكل نفسيه، تعالي نحلها. ايوه. وبعد ما نحلها نشوف بقى ايه، هتتجسسي تاني ولا لا؟ بتفاجئ برد واحد بس، الحياه كلها اتغيرت من حواليا، هو بطل، انا بقيت بشوفه بمنظور تاني. يا جماعه احنا بنشوف بعض. هو بطل؟ طبعا هيبطل طبعا. لا ده في كده مفتاح بقى سر، يلا عاوز نعرف بطل ليه. زبزبه، تردد، انا بطلع زبزبه من جوايا بتجذب لي كل افكاري. مش بقول لك الفكره ان العلاقه اللي قدامي بتجيبني كده تحط تغرقني في افكاري،
عن نفسي يعني وعن الجواز وعن الحياة. خلينا نتكلم في حالات عملية، متى وكيف استطاعت الدكتورة أماني كأخصائي صحي واستشاري نفسي صحي أن تعالج الكثير من السيدات في موضوع الخيانة الزوجية مثلا أو العلاقات الأسرية أو تهدم أو تصدع علاقات زوجية، ونجحتي فعلا دكتورة عمليا؟ مش أماني بس، إيه كان السر أو كلمة بس. السر كان إيه مع إني سعادتك؟ إني أصدق إني أنا مسؤولة عن حياتي. أيوة، يوم ما أصدق إن أنا مسؤولة عن حياتي وإن كل حاجة بتحصل هي إنعكاس لأفكاري، فلما هغير أفكاري ونمطي الفكري وحل مشاكلي كل حاجة حواليا بتتحل. حضرتك دلوقتي لو مروح هل بتجيب الزوجة والزوج مع بعض؟ لا، الزوج فقط. ده أخصائي العلاقات الزوجية. جميل. كوتش علاقات زوجية ده حاجة، ده تخصص ثاني خالص. ده بيبدأ يسمع من هنا ويسمع من هنا ويحدد حقوق واجباته ويحدد حقوق واجبات. لكن إذا كنت دكتور أيمن ساعتك مع حالة، تمام، طبعا بيبقوا رجال او سيدات، تمام، وهو جاي لانه شايف ان هو عاوز يعالج، واذا بالفجأة سعادتك ان الطرف الثاني هو اللي عاوز يتعالج، فهل سعادتك بتقوليها؟ مفيش الطرف الثاني عايز يتعالج، بيني وبين الشريك من كلامها حبل يعني. اسيري من كلامها. بيني وبين الشريك طاقه ربنا بيحطها كده بين الاثنين، مش لازم يبقى الزوج على فكره، حتى الاصدقاء في طاقه كده بين البشر. لما انا بتعالج العلاج بيتنقل للي قدامي اوتوماتيك، مفيش ظالم ومظلوم. ايوه، مفيش ظالم ومظلوم. اللي بيظلم نفسه بيجذب لنفسه الشخص اللي بيظلمه. لو انا هقف مع نفسي لحظه تقدير كل حاجه حواليا هتتغير. لو حضرتك شايف نفسك في المرايه كده سمارت، كل الناس هتشوفك سمارت. ولو حضرتك شايف ان انت لا في حاجه غلط، الناس هتشوف الغلط. امال ليه المثل البس اللي يعجبك وكل اللي يعجبك البس اللي يعجب الناس؟ ما هو ده وعي جمعي، ما هو ده الباطل. ده صح ولا غلط؟ ما هو ده الباطل، ده صح غلط. انا اصلا واحده ما بتقولش صح وغلط، يعني انا ما بتعاملش مع المصطلحين دول. في حياتي عموما ما يعني بتعاملش يعني مع مصطلح الصح والغلط، مهمة جدا. بتعامل مع مصطلح المناسب. ان انا ممكن شايف وجهه نظري كزوجه خطا او صح وهي العكس، فتقنع الاخر بالزي دكتوره. كل وجهات النظر خطا، كل الاسقاطات، كل الاسقاطات. الزوجه اللي شايفه ان جوزها هو اللي تعيسها وجهه نظر مش مناسبه، والزوج اللي شايف ان زوجته هي تعساه وجهه نظر مش مناسبه. كل الاسقاطات. طالما عملت صباعي كده ففي صباع بيشاور على حضرتك وفي ثلاثه بيشاوروا عليا. ايوه، انا المسؤوله. انا المسؤوله عن حياتي. دي جمله اول الف به صحه نفسيه. على فكره كتير قوي من اللي بيسمعوا الكلام ده لاول مره بيتصدموا، بس في عشرات ومئات الاسر حيت من جديد. لو حضرتك بس شايف الهياكل اللي بتقع، لا، في عشرات ومئات الاسر حيت من جديد لما فهموا حقوقهم وواجباتهم بسبب العلاج النفسي اللي ساعتك بتقوموا بيه وكدور طبعا. والعلاج النفسي والعلاج الفكري، وده اللي عاوز اكد عليه ان هنا يا جماعه الموضوع مش نظري. يعني في العيادات بيبقى الموضوع مش نظري والسلام. حضرتك من غير العيادات، حضرتك لو فتحت على اليوتيوب برامج الوعي دلوقتي، نسبه الوعي في قنوات محترمه جدا وبتتكلم وبتقدم معلومه حقيقيه بالمئات. ما كتير بنسمع يا دكتوره، امال ايه المشكله؟ ما كتير قدام الكلام ده قدامنا كتير على اليوتيوب. احنا نخرج نخرج من وعي السمع لوعي الممارسه. ايوه، التطبيق. ازاي ده يا دكتور؟ مش شايف حاجه انه صعب؟ ما فيش حاجه سهله، بس النتيجه تستحق. ما هو كل حضرتك قعدت على الكرسي ده بسهوله؟ حققت النجاح ده بسهوله؟ صحيح، ما فيش حد هيعمله وهو قاعد بيقول لا. اصل اللي انتوا بتقولوه، طبعا. الحاله الوحيده اللي حضرتك تقدر تحكم على كلامي مظبوط ولا لا هي التجربه. طبعا. اخر وجهه صحيه نفسيه تديها للمشاهدين الكرام دكتوره اماني، تقول لهم ايه؟ اقول لهم احترموا نفسكم وقدروا ذاتكم، وقفوا لحظه مع نفسكم واديها وقت، وقول لها انا محتاج ايه وعاوز ايه من نفسي قبل ما اطلب من الاخرين. تمام. انا عايز اوصل لايه قبل ما اطلب من ولادي يوصلوا لايه. تمام. اتعلم اسمع احترموا نفسكم هنا طبعا. قدروا نفسكم، مش احترموا نفسكم حاجه تانية. لا، احترم ذاتي. كلام مظبوط. احترم ذاتي واقدر ذاتي، واهم احترام وتقدير لذاتي ان انا اعمل اللي انا عاوزاه او اللي انا شايفاه مناسب ليا. تمام. دكتوره اماني ابو نجا، استشاري الصحه النفسيه، نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا لقناعات سعادتك الحقيقه. وبالفعل الموضوع يا جماعه مش نظري والسلام، الموضوع فعلا محتاج ممارسات ومحتاج معالجات نفسيه، محتاج كل واحد يقف قدام نفسه قدام ضميره ويخاطب نفسه، انا فين وهدفي ايه وتاثيري على الزوج وكذلك الزوجه ايه وعلى الابناء، عشان كلنا نعيش حياه صحيه نفسيه. تحيه لكم مشاهدينا الكرام، ارجو لكم جميعا اوقاتا تغمرها بهجه الايمان وروعه المحبه والسلام. هذه تحياتي ابراهيم التحيوي، شكرا لكم والى اللقاء.